انا تواجدي انا كرئيس لجنه التحكيم، والدوره ما شاء الله دوره متميزه، والمهرجان منذ نشاته من بدايته لحد دلوقتي الملحوظ ان كل دوره بتتطور بعد اللي قبلها، وده شيء جيد ان احنا ان شاء الله كمان اللي جاي يتطور اكتر واكتر ان شاء الله. اقول لها سيدة المسرح العربي الجميله حبيبتنا، وشرفت ان انا اشتغلت معاها سواء في الاداره سواء في التمثيل، فيعني السيده سميعه ايوب سيدة المسرح المصري والعربي قاطبة. والله انا السنه اللي فاتت كنت مكرم، فكنت مبسوط وقلت الحمد لله ان انا اتكرمت وانا عايش، انما بعد ما اموت بقى طب ايه؟ طبعا دي حاجه جميله جدا ان الفنان يتكرم وهو عايش. لا المسرح ده اسمه المسرح المصري، المسرح المصري مش خاص بالقطاع العام، ولكن المسرح المصري كله، بدليل ان العروض المشاركه مسرح عام وخاص وجامعات وفرق حره كله، ده اسمه المهرجان القومي للمسرح المصري مش لمسرح الدولة. لا الفن في بدايته، الفن في الأساس هو ترفيه، ولكن مع الترفيه إن لم يقدم رسالة مهما كان صغر الرسالة بيفقد أشياء كتيرة. إنما الترفيه هنلاقيه في كل حاجة مش بس في الضحك، لا ده في الضحك في الأكشن. Thank you.